أحسن الله عليك يا شيخ، رجل فاتته صلاة العصر وأقيمت في المغرب، ماذا يجب عليه؟ نعم، رجل فاتته صلاة العصر، نعم، وأقيمت صلاة المغرب وهو لم يصل العصر، نعم يا شيخ، ماذا يجب؟ فالسؤال ماذا يجب عليه؟ يدخل معه، نعم، يدخل معه في صلاة المغرب، وإذا سلم الإمام أتى بالرابعة. نعم.